طيب طبعا استخدم اونلاين كومبايلر على اساس ان نت بينز مو افضل شيء عندي، ف ما ارتاح مره معاه، فعشان كذا بس يعني نت بينز حيكون اسهل لك بالتعامل، ونحن نستخدم كثير في الدراسه. طيب اول شيء عندنا لازم تحفظه، هذه اللاينين لازم تحفظهم، اسحبوا على هلو، بس لازم تحفظ انه كلاس، بعدين يكون هنا في اسم، تفتح قوس تحط هذه لازم تحفظوها زي اسمعكم، نفس ما كنا نستخدم في سي بلس بلس اللي هي كانت الاي ستريم انت مين ريتيرن زيرو، كنا نحفظها ونحطها، ما كنا نعرف فائدتها في البداية، لكن حنعرف فائدتها في النهاية، يعني نعرف ايش لما نوصل للميثودز ونوصل لهذه الاشياء نعرف ايش هي. يعني هذه بالضبط كانها انت مين، فلما تسوي ميثودز في الجافا حتحط برا، حتكتب برا الانت مين الفويد مين هذه، فعشان كذا لازم تحفظوها مبدئيا. عندك كلاس، وهذا اسم الكلاس حقك، هذا اسم زي تقول اسم الفايل، هو اسم الفايل، حط اسم الكلاس كويس، لا تحط اسم كذا على اساس انه تعرف الكلاس هذا ايش يسوي. طيب نبدأ. عندنا هنا اول حاجة لازم نعرفها اللي هي ايش السيستم اوت برنت، اللي هي ايش سي اوت، تقدر تقول عنها اللي اخذناها اول سي اوت. اهم شيء فيها اللي تكون اس كابيتال، ترى ما حطيت الاس كابيتال حيطلع لك ايرور. في لما تكتب برنت لازم تحط ال ان، ليش؟ لانه لما تسوي ال ان حينزل سطر، يعني هي فائدة ال ان انه ينزل سطر بعد ما يطبع حينزل سطر، مثلا نقول هلو الان حيطبعها. اوكي او سيمي فان، هذا اكثر شيء انساه لازم في ال، طبعا في البايثون ما في هذه الاشياء، ما يحتاج تحط سيمي، بس شو اسمه حتى لو حطيت برضه ما حيجيك ايرور في البايثون، لكن في السي بلس بلس والجافا لازم تحط سيمي كولون. طبعا انا كنت بختبركم ما نسيت. فخلاص الان طبعها. عندنا الفاريبلز فنبدأ فيها، طبعا عندنا اول شيء السترينج، طيب شايفين ما تغير لونها، ليش؟ لانه الاس لازم تكون كابيتال دائما في السترينج، لازم تكون الاس كابيتال، تحط بعدين اسم ال الفاريبل حقك نفس السي بلس بلس بالضبط، سي مثلا نسوي كذا، ولا تنسى السي مثلا، بعدين تحط مثلا سي، اطبع سي الان بيطبع نفسها. هلو عندنا بعدين عندنا طبعا ركزوا لازم تكون الاس كابيتال، ترى ما حطيتوا اس كابيتال حيطلع لك ايرور. عندنا الانت الانتجرز تكون بارقام، عندنا الدبل هنا، عندنا اللي هي الدبل والفلوت هي أهم الأشياء، يعني هي اللي تكون فيها لخبطة شوية. الدبل حياخذ الأرقام اللي بالديسيمال 3.14، طيب الفلوت برضو ياخذ الأرقام اللي بالديسيمال، بس في الفلوت لما نيجي نبغى نكتبه، بس خليه الفلوت لما نيجي نبغى نكتبه في فرق، يعني الآن نكتب فلوت، ولاحظوا ترى بس السترينج اللي فيها الاس كابيتال، البقية سمول عادي. الفلوت لما نيجي نكتبه يكون عادي ديسيمال، بس لازم في اف، الاف هذه لازم تكون موجودة في الفلوت، هنا احفظوه انه لازم تكون موجودة. اذا ما حطيت الاف راح يجي كيرو، شوف زي الان لما نحط الاف ان هي من تايب فلو فلوت، فلازم يكون في، حتبع لك هي حتى بدون الاف. طيب ايش الفرق بين الدبل والفلوت؟ الفلوت حيستخدم لس ميموري، والحسابات من الحسابات حيكون أسرع، لكن في مشكلة أساسية عشان كذا ما نستخدمه، راح تجيك إجابات دقيقة، يعني حيكون في احتمال إن الإجابة تكون خطأ، عشان كذا باي ديفولت خلاص الناس متعودين إنه الفاليوز الديسيمال فاليوز تكون دائما من تايب دبل، على أساس إنه إيش تجيك الإجابات حتى لو كانت تاخذ ميموري أكثر، لكن أهم شيء إنه يجيني إجابة دقيقة شوية، فعشان كذا أغلب الناس يستخدموا الدبل. طيب نروح عند السترينج، نرجع للسترينج، سترينج فيه أكثر من طريقة طبعا للتعامل معه. نعرف العمليات الحسابية حقت الماث ترى كلها نفس الشيء، يعني عندنا اللي هي ايش، خلينا نكتبها في سطر ثاني، عندنا اللي هي مثلا هذه القسمة، هذا الضرب، هذا الطرح، هذا الزائد، الجمع، وهذا المودولس اللي هي باقي القسمة، نفس الطريقة حقت السي بلس بلس بالضبط، لكن شو اسمه مع السترينجز نقدر نلعب فيها بزيادة، زي مثلا لو سويت زي كذا سي زائد اكس، ايش الإجابة اللي بتجيني انه ايش، عمر عبد الله، اي شايفين كيف؟ طيب عشان نحط المسافة في عندنا اكثر من طريقة، بس في احد الطرق اللي هي هذه، بس نحط هنا مسافة،
حط زائد. هذه اذا كان عندك يعني اكثر من شيء، يعني اذا بتكتب عمر عبد الله اللي هو عمر ولد عبد الله، يا اخي اكتبها مره واحده يعني، ليش تعب نفسك زي كذا؟ خلاص هذا عمر عبد الله، سيل واحده بدل ما تعب نفسك وتحط هذه كلها خلاص وبس. يعني هذه المفاهيم الأساسية هي اللي تختلف عندنا. الكاركترز أظن ما شرحتها، كاركترز تكون نفس الشيء بس تشار، نفس السي بلس بلس بالضبط، بس وهذا تكون سنجل كوتيشن، نفس الموضوع، نفس السي بلس بلس يعني نفس المفاهيم ترى، نفس كل شيء تقريبا، بس المهم السنتكس حقها يختلف. طيب حتى الميثودز ترى، يعني تسمع الميثودز، ميثود هذه فانكشن ترى، حق اسم الفانكشنز في الجافا ميثودز. عندنا الكومنتس عندك اللي تستخدم هذه، هذا كذا الحين تكتب كومنت، تكتب اللي تبغاه، بس هذه لما نجي بكتب هنا انزل تحت، اوكي ما راح يكمل نفس الكومنت. كيف نكتب كومنت يعني تكون ايش لكل السطور؟ مثلا بكتب كومنت طويل ياخذ اكثر من لاين، حسوي فيه حركة عندهم هنا اللي هي ايش، احط العلامة هذه بعدين احط نفس حقة الضرب، اكتب الحين اي شيء حكتبه في اللاينات اللي تحت حتكون كلها كومنت لين ما اقفلها. كيف تقفلها؟ طيب تحط علامة الضرب اول بعدين هذه كذا خلاص. طيب الان بنكمل انه ناخذ الانبوت من اليوزر في الجافا اللي هي نفس بالضبط امر السي ان. فعندنا هنا اول حاجة لازم نسويها لازم نكتب هذا الامر، وشوف فين كاتبه بالضبط، import java util scanner، كاتبه فوق الكلاس، ما ينفع تكتبه جوا المين، ما ينفع تكتبه تحت الكلاس، لازم تكتبه في بداية الكود. نفس بالضبط ايو ستريم اللي كنا نكتبها في السي بلس بلس، تتذكروا كنا نكتبها في البداية اصلا ما كنا فاهمين ايش وضعها، بس حتى هنا يعني لسه ما وصلنا للفايلز وكذا، بس يعني نفس الموضوع تكتبها في بداية اذا تبي تاخذ انبوت في الكود حقك لازم تكتبها في البداية. نصيحتي لكم اي كود تسووه اكتبوها في البداية عشان ايش، تريح نفسكم واحفظوها نفس الشيء، يعني تكتبوا انبوت بعدين جافا يوتيل سكانر. هذه هي والاس هنا لاحظوا الاس لازم تكون كابيتال، ترى في يعني في الجافا ما ادري مين اللي اخترعها ولازم تخلي كل الحروف كابيتال طريقة، وإذا ما خليت الحرف كابيتال ترى بيجيك ايرور، ولاحظوا نحو السيمي كولون برضو. فهذا يعتبر زي الفايل اللي تجيب منه السكانر عشان تستخدم السكانر، هذا يعتبر زي الفايل حقه، نفس ما كنا نستخدم ايو ستريم كان الفايل اللي فيه له الأوامر حقة السي اوت والسي ان. هنا عندنا برضو نفس الموضوع، بس في عندنا هذا الأمر هذا اللي هو سكانر السي، هنا تقدر تكتب اي شيء تبغاه، اي حاجه تبغاه، بس لازم تكون يعني ايش، حاجه تحفظها، لانه يعني حتكتبها تحت لما تيجي تبغى تسوي انبوت لازم تكتب هذا الشيء. انا اكتب مو في السلايدات اتذكر كانوا كاتبين انبوت، انا اشوفها طويله بزياده، فاكتب اس سي شورت للسكانر. وهنا برضو هذا لازم تحفظها برضو زي اسمكم، يعني هذا بالضبط احفظوه زي اسمكم من الاس سي، السي عادي تغيره وحطوا فيها اللي تبغى، حط اكس عادي ترى يشتغل، لكن نصيحتي لكم حطوا اس سي. لاحظوا هنا الاس كابيتال، الاس كابيتال، الاس هنا برضو كابيتال. هذا الامر تقدر تحطوه في اي مكان تبون في الكود، لكن اهم شيء انه يكون فوق يعني انا نصيحتي لكم حطوه برضو في بداية الكود، بعد ما تكتبوا هذا الامر حطوا السكانر تحته. طيب لازم يكون في البداية، يعني ما يكون تكتبوا تحت اخر شيء وبعدين تكتب فوق الاوامر حقت، يعني تكتب هنا اوامر حقت الانبوت انه ياخذ الانبوت من اليوزر، ما راح يشتغل حيجيك ايرور، لازم تكتب هذا في البداية بعدين تكتب تحت اللي هي ايش، مثلا عندنا انت اكس نبغى ياخذه من اليوزر، ايش حنكتب اذا نبغى ياخذه من اليوزر؟ حنكتب ايكول اس سي دوت، هذا الاس سي ايش هو الاس سي؟ الاس سي اللي هو هذا اللي هنا اللي احنا كتبناه هنا، اي شيء حتكتبه هنا لازم تكتبه هنا، عشان كذا اقول لكم اكتبوا حاجات صغيرة كذا بسيطة على اساس انه ايش تحفظوه ما تتعبكم. طيب بعدين ايش نكست، هنا الاي تكون كابيتال، هذه برضو تحفظوها زي اسمكم نيكست انت كذا خلاص. كذا هذا الامر حق الامبورت، الان حياخذ الاكس هذه من اليوزر حتكون من تايب انت، هذه دحين ما ينفع تحطه فوق السكانر، ما ينفع تحطه فوق هذا الامر، لازم تحطه تحته. خلنا نطبعها اكس. طيب الان بخليه ياخذ من اليوزر اكس ويطبع اكس مره ثانيه، طبعا ما كتبت له هنا فوق يعني هنا مفترض تكتب له ايش، هذه طبعا حبيت لكم حطوها افضل شيء، افضل شيء عندكم انه خلاص انتوا هذه الاشياء حافظينها اللي هي هذه، ما في الا كلاس نيم اللي تغيروه، فخلاص يعني هذه كلها احفظوها زي اسمكم، واول ما تكتبوا المين
حطوا هذه على طول تحت، اساس في اي وقت تاخذ من يوزر انبوت يكون جاهز. فالان بياخذ منه انبوت وبخليه يطبعه. طبعا ما قلت له يعني لما تيجي تاخذ من يوزر انبوت لازم تكتبوا له ناش، لازم تكتبوا له ترى في انبوت لازم تحطه. ليش؟ نقول مثلا 54 45 سنة وخلاص طبع لي هي كذا اخذنا منه. وفي اي لحظة مثلا اقول له حط لي string زي ما قلت لكم الاس كابيتال، تكون هنا هنا الاختلاف. هنا دائما بين كل variable variable ترى في اختلاف، زي الدبل اذا قلت بقول له احط مثلا ايش، اعطيني دبل. شوف هنا يرجع مرة ثانية للحاجة الغريبة اللي في الجافا، لازم يكون هنا في دبل بس الدي تكون كابيتال. الآن حيقول لي انتر نمبر مثلا نقول له 2 3. طيب إذا قلت له فلوت شايفين؟ طيب هذه بالفلوت زي ما انتم شايفين الاف تكون كابيتال. السترينج اذا باخذ منه سترينج لازم تكون في next line، هذه السترينج. ال برضو تكون كابيتال ترى شايفين، عشان كذا اكره ال يعني في... مو اكرهها يعني، عشان كذا اتلخبط شوي مع الجافا. مثلا نقول له عبد الله، لانه تكتب كود تكتب 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 بعدين تعب نفسك، هنا يطلع الايرور، تشوف ايرورز كثيره، يطلع الايرور شيء تافه اللي انت تسيت تخلي حرف كابيتال ترى، زي السيستم دائما اكتبها سمول. فعشان كذا طبعا نسحب هنا قلت له انتر نمبر، قلت له عبد الله. فبس يعني هذا الموضوع كامل. بنكمل مع الاف او الكونديشنز بشكل عام. طبعا نفس السي بلس بلس بالضبط، تكتب اف بعدين تفتح تحط قوس، تفتح قوس تحط الكونديشن حقك هنا، بعدين تفتح هذا القوس تحط الكود اللي تبغى تسويه اذا الشرط تحقق. وبس هنا طبعا الجي جي بي اي حقه اللي هو المتغير، وسوينا له ساين 70، خزنا دخله 70. هنا هذه حقة المقارنة، هذه أصغر من أو يساوي، تقدر كمان تقول له أكبر من أو يساوي، وتقدر تقول له أكبر من أو أصغر من أو يساوي. طبعا الفرق بين هذه وهذه، هذه وهذه، هذه حتسوي كومبيرنج بس، هذه حتخزن القيمة حقت 70 داخل ال variable. طيب هنا أبغى يحقق الشرط إنه جي تكون أصغر من أو يساوي 50، إذا تحقق ضع لي فعل، إذا ما تحقق هنا نروح للإلس. طبعا تفتح القوس وتقفله هنا، بعدين تكتب إلس، تفتح قوس برضو مرة ثانية وتحط إيرور، تحط الكود اللي تبغاه. هنا حطيت إنه إيرور، يعني تحط أي شيء تبغاه حتى لو كان أكثر من لاين يعني عادي. ترى هنا أنا كتبت إيرور، وزي ما شفنا طبعا أنا إيرور. نقول مثلا عندنا نقول 80 هنا، إذا كان أصغر من أو 80 اكتب لي مثلا فعل. مو مستحيل أحد يرسب إذا جاب 80، بس يعني أنا كتبتها كهذا. أبغى أقول له إذا كانت فوق الصفر، إذا كانت الجي فوق الصفر أكبر من أو يساوي الصفر وأصغر من أو يساوي 80، اطبع لي هذا. إيش حسوي؟ هستخدم يعني لازم الشرطين ابغاهم كل الشرطين يتحققوا، هستخدم علامة اسمها and اللي هي هذه، نفس السي بلس بلس بالضبط، اكبر من او يساوي الصفر. هنا طبعا مضطر يحقق لي الشرطين هذه، اذا ولا شرط تحقق او شرط واحد بس اللي تحقق ما راح يطبع لي السيستم اللي هي الفعل، لانه الاند يعني شرطها انه يكون الاثنين متحققين. فنشوف نسوي تشيك زي ما شفنا طبعا الفعل، لو قلنا في شرط واحد ما تحقق زي ما انتم شايفين ايرور. طيب ابغى عادي لو شرط واحد زي الحين، ابغى عادي شرط واحد على الاقل منه متحقق، انه يكون يا تحت الثمانين يا تحت الصفر، احط هذه العلامة اللي هي اور. نشوف دحين هنا حيطبع لي اذا شرط واحد على الاقل تحقق زي ما انتم شايفين فعل. طيب في إشارة ثانية not،
نت كيف تحطها اللي هي نفسها التعجب، هذه ما قلنا ما شرحناها يعني من أول. في عندك نت إيكوال، هذه أساسا ما شرحتها. عندك هذه تقدر تحطها هنا، تقول له إذا الجي نت إيكوال الجي لا يساوي الثمانية الثمانين اطبع لي فين. طبعا حيطبع فين لأنه الجي من جد لا يساوي ثمانية. طيب أبغى أستخدمها في حاجة ثانية، مثلا في اللي هي في حق تحقيق الشرط، بقول له إذا هذا الشرط ما تحقق اطبع لي الفعل. أول كنا نقول له إذا الشرط تحقق اطبع لي الفعل، الحين بقول له إذا الشرط هذا ما تحقق اطبع لي الفعل، الحين حيطبع لي ايرور إن الشرط هذا ما تحقق. طبعا زي ما انتم شايفين طبع الايرور. ليش لو استخدمنا نت؟ تشيل النت، طبعا شلت تشيل الأقواس معاها، طبع لي فعل وبس. هذا طيب عندنا مفهوم ثاني، يبغى إذا بحط أكثر من شرط مع بعض اللي هو ال else if. else if كيف طريقته؟ برضه نفس الموضوع، تكتب else if تحط ال condition حقك جي نقول يساوي 70. طيب بنفتح القوس برضه ونكتب له مثلا، طيب نكتب له good. إذا الشرط هذا ما تحقق هروح عند ال else if حشيك عليها، إذا الشرط تحقق حيسوي، إذا الشرط ما تحقق حروح عند ال else. يعني إذا كل إذا حطيت أكثر من ال else if، حطيت ال else if ثاني، ال else if ثالث، ال else if رابع، هيسوي لهم تشيك كلهم، إذا ما تحقق ولا واحدة منهم حيروح عند ال else. طبعا خلينا نشوف الآن، طبعا غيرت اللي هي هذه، غيرت الشرط. طيب طبع لي good. طبعا الشرط الأول ليش غيرته؟ لأنه كذا حيشوف الشرط الأول، الشرط الأول تحقق خلاص حيخش على هذه على طول، ما يحتاج يروح عند ال else if، لأنه خلاص الشرط الأول تحقق ليش أروح عند الشرط الثاني؟ استهبل وبس. والله هذه مبدئيا هذه الأفكار الأساسية حقت الآن نبدأ بالسويتش. بس أول شيء خليني أوريكم هذا الكود. عندنا هنا عرفنا متغير day integer خزننا فيه الاثنين، سوينا الكود على هذا على أساس إنه إيش قيمة day حيجيب لي اليوم اللي أنا أبغاه في الأسبوع. مثلا قلنا اليوم الاثنين حيكون إيش day 2 حيجيب لي Tuesday، إذا قلنا مثلا واحد حيجيب لي Monday وعلى كذا. فش اسمه، فالآن شايفين الكود قديش استخدمت السيف. في طريقة ثانية إني أسوي فيها هذا نفس الكود هذا بس بطريقة أرتب وأفضل وريدبل أكثر، اللي هي السويتش. هذه هي طبعا السويتش نفس السنتكس حق السي بلس بلس، حتكتب سويتش تفتح قوس وتحط اسم المتغير اللي انت تبغاه في السويتش حقك. عندنا هنا متغير داي، بعدين تفتح القوس هذا الكيس، تكتب الكيس، بعدين هنا بعد الكيس تكتب المتغير الإجابة حقت المتغير اللي انت تبغاها. يعني زي هنا انا حطيت له واحد، مو معناه هذا الكيس الأول، هذا هو الكيس الأول بس يعني هذا ما لها دخل في ان هذا الكيس الأول ولا لا. اقدر احط هنا أربعة مثلا عادي، هذه اللي هي الناتج اللي انا ابغاه للدي. مثلا هنا في ذا الكيس معناه بالضبط انه الكيس اذا كانت دي ايكوال واحد ايش حيسوي؟ حيسوي هذا الامر، بعدين تحط له بريك. يعني بعد كل كيس لازم تحط بريك، اذا ما حطيت بريك حيطبع لك اكثر من كيس مع بعض عادي، يعني حتصير فيه مشاكل، فلازم تحط بريك بعد كل كيس. خلينا نجرب الان، زي ما انتم شايفين طبع لي تيوزداي، لانه ليش؟ انه الكيس قلت له اذا كان day equal to اطبع Tuesday. وفي شيء ثاني اللي هو الديفولت. الديفولت هذا يكون في السويتش. ايش معنى الديفولت؟ معناه انه يعني نفس الالز حق في الاف زي كذا تكتبه، بعدين تحط نقطتين رأسيتين زي ما انتم شايفين. الان كتبت الديفولت هذا هو بنفس الطريقة حقت الكيس، بس ما في إجابات لأنه خلاص هذا الديفولت، إذا ولا واحدة من الكيسز تحققت يروح للديفولت حيطبع لك هي. مثلا نقول له أربعة، شايفين طبعا نتدعي لأنه ولا كيس أنا حطيتها أربعة. زي ما أنتم شايفين ضفنا الكيس اللي هي لما يكون ناتج داي وأربعة طبع لي سندي وخلاص. يعني هذا السويتش بكل بساطة. طيب في الإف في حاجة ثانية في المالتيبل كونديشنز، هي انه ايش اكتب زي كذا، قلت لكم انا هذه علامة الان وهذه علامة الاور. طيب اقدر اسوي شرط يكون مثلا، طبعا زي ما انتم شايفين هذا الشرط هذا اللي هي تكون multiple conditions، اكثر من شرط تكون في الكونديشن حقي. هنا في القوس الاول كتبت له انه day
لازم تكون يساوي الأربعة أو إنها أكبر من الصفر أو يساوي الصفر. and day أصغر من العشرة أو أصغر من التسعة and day less than zero. طبعا هنا لازم هذه الشرطين تتحقق، اللي في القوسين هذه تتحقق. ليش؟ لأني حطيت and في هذا القوس بالذات الأول، لازم واحدة من الشرطين هذه تتحقق. إذا واحدة منهم تحققت حيحقق الشرط، إذا ولا واحد يتحقق ما راح يتحقق ولا شرط منه. طيب نبدأ الآن باللوبس. عندنا هنا الوايل لوب زي ما انتم شايفين نفس السانتكس برضو حق السي بلس بلس. هتكتب وايل بعدين هنحط نفتح القوس ونحط الكونديشن حقنا، نفتح هذا القوس نحط الكوماندز كلها اللي نبغاها، أي شيء يبغى يسويه، الانستراكشنز حقتنا كلها نكتبها في تحت هذا تحت الوايل. بعدين نحط الابديتر هنا على اساس تسوي ابديت لقيمة اكس على اساس انه يطلع برا اللوب. طب نشوف الان النتيجة، الاكس طبعا يساوي 3 حطيتها، طبعا زي ما انتم شايفين طبعا 3 2 1، لانه حيبدأ فيها حيطبع اول شيء 3 بعدين ينزل اكس ناقص 1 يطبع 2 حيرجع مرة ثانية في اللوب يطبع. ونفس الفكرة حقت اللوب اول نفسها بالضبط. نقدر هنا كمان نختصر هذا الامر، بنكتب له بس اكس ماينس ماينس، حيسوي نفس الشيء الآن زي ما انتم شايفين. بس خلاص يعني هذه نفس الفكرة بالضبط حقت السي بلس بلس، ما فيها تغيير. نحن كنا نستخدم أكثر شيء في السي بلس بلس الفور لوب. طبعا الفور لوب إيش طريقتها؟ تكتب فور نفس السي بلس بلس نفس السنتكس بالضبط، تأخذ هذا الأمر وال إيه خلاص بس ناخذه الآن. عرفناه جوا اللوب، هنا حط قلنا له الإكس هذا نحط السيمي كولون، بعدين اكس اصغر من هنا كم مرة يعيد اللوب نفس السي بلس بلس، بعدين مثلا نقول له اكس زائد زائد اساس انه يسوي يزيد الاكس كل شوية. بعدين نفتح القوس هذا ونقول له طيب زي ما انتم شايفين هنا في الفور لوب نفس السنتكس حق السي بلس بلس. هنا في البداية عرفنا له اكس، هنا حطيت له الكونديشن حقنا انه طالما اكس اقل من 5 كمل في اللوب، اول ما اكس توصل الخمسة او فوق الخمسة حيطلع برا اللوب. هنا حطيت له اكس زائد مثلا اكس زائد 1، خلاص كل مرة كل مرة حيسوي هذا الكونديشن حيزيد 1 على اكس كل ما لين ما توصل 5. زي ما انتم شايفين طبع لي 1 2 3 4 لين ما وصل 4، خلاص 4 هنا حيزيد حيتوصل 5 اكس، حتوصل 5 حيزيد على اكس 1 حتوصل اكس 5 حيطلع برا اللوب. بس نفس الفكره حقت السي بلس بلس بالضبط. طبعا تقدر تقول له مثلا يساوي دحين حيطبعها لين 5 زي ما انتم شايفين الان طبعها لين 5. تقدر كمان تقول له مثلا نغير هذا الشرط كامل نحط 10، ونغير هنا كمان برضو مثلا نقول له اكس ايكول اكس زائد 2. هذه دي اختصرها، يعني تقدر تكتبها زي كذا وتقدر تختصرها، الأفضل إنك تختصرها يعني إنه إيش. خلاص كذا اختصرنا نفس الكود حق قبل شوية اختصرناه بهذا الكود. فنشوف الآن إيش بيسوي. زي ما انتم شايفين طبع 1 بعدين زاد عليها 2 طبع 3 بعدين زاد عليها 2 طبع 5 لين ما وصل عند 9. لما وصل عند 9 تزيد على 9 2 حيوصل 11، 11 لا تساوي العشرة وأكبر من أو ما هي أصغر من العشرة، فخلاص يعني تحقق الشرط هذا خلاص وصلنا له حيطلع برا اللوب. طيب في عندنا مفهوم ثاني نقدر نسويه في اللوبز اللي هو نحط بريك في اللوب نفسه. كيف نسويه؟ نحط if condition جوا اللوب، نحن لسه باقي جوا اللوب نشتغل. نحط if condition، نحط الكونديشن حقنا، قلت له مثلا الآن هنا في ذا الكونديشن قلت له x يساوي 4 بريك اطلع برا اللوب، خلاص أول ما x توصل 4 اطلع برا اللوب. شوف الآن زي ما انتم شايفين خلاص اول ما اكس وصلت الاربعة طلع برا اللوب. لو شلت الكود هذا رجع طبيعي اول ما ارجع. طبعا تقدر تستخدم الشرط هذا في كل اللوبز الوايل والان زي ما بوريكم في الفور وفي دو وايل، وطبعا كلها ترى بنفس الطريقة كل اللوبز يعني تستخدم فيها الاف والبريك بنفس الطريقة. تكتب الكونديشن حقك في الاف تحط بريك اذا خلاص وصل هذا، بعدها خلاص يكمل اول ما يوصل للكونديشن هذا ويحققه خلاص حيطلع برا اللوب.